مرحبا بكم. اولا كنبغي نشكركم على بزاف 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 على هذا اللقاء وهاد التكريم وكنا ما نطلع نلقى معكم تحت المسامش في البلد المحلي. دونك كنشكركم بزاف على هذا اللقاء وعلى التكريم ونشكركم ايضا على الهديه اولا لو تروفي اللي حزت به العام اللي فات اللي كان لي الشرف باش نحظى به. كنشكركم بزاف وتصفيقات على اللي داروا. سبري كاين بزاف ديال الحوايج اللي كيأثروا في الانسان كانسان وكيتراسيو ليه الحياه ديالو كيكون عندهم تاثير من بعد. السؤال ديالكم ما هو سر النجاح ديال كل واحد؟ واش كاينه شي روسيطه ديال النجاح؟ كنظن انه كاينه روسيطه ديال النجاح ولكن ما كايناش روسيطه بزاف بحال شوميشا. كاين بزاف ديال الروسيطات. بلوز امبورطون سي كو كاينين لي روسيط ديال النجاح اللي الانسان يقدر يتبعهم كنظن انه يمكن له يوصل. دونك باش نبدا ليا نقدم لكم نفسي رشيد ولد العسكري كان خدام في لوبيتال ميليتير. انا واحد من سبعه ديال خوتي. عندي جوج ديال الخواتات واربعه ديال الخوت بما فيهم وعاد انا. دونك انا كنجي تقريبا الاكبر لان اختي كتسبقني. دونك كبرنا في جو متواضع كتعرفوا واحد بعسكري كريم الناس مي جات من الجبال وليد ريفي دونك كيعرف غير جود جود ولكن كان عسكري ما وقعت له واحد الحادثه في حياته اللي غيرات المسار ديالو. هو في واحد السطاج كان كيدير باش يمشيو للحرب كان دار واحد السطاج وطاح انقز وتهرس ولما تهرسات له هذا بقى تقريبا عايم فحيدوا له هنا تهرس من رجليه فحيدوا له واحد العظم من هنا وداروا في رجليه لتحت الشيء اللي قلب حتى هو حياته عاد يكون كيمشي للصحراء وهذا ولا خدم في لوبيتال ميليتير. دونك الوالد ديالي خدم في لوبيتال ميليتير. وعلاش هاد القضية ديال لوبيتال ميليتير؟ لأنه غادي غيكون عندها أسباب اللي هي عند الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعرفها. كنحس أنه كاين لي جون اللي مكيشوفونيش لهيه دونك الناس. دونك الوالد ديالي دخل لوبيتال ميليتير علاش؟ منين تولدت أنا كان عندي عامين باش بيغو دير أنني بقيت في السبيطار. ملي كان عندي تقريبا عامين تقدر 13 عام بين الدار والسبيطار. دار والسبيطار 10 شهور 5 شهور في الدار شهرين 3 شهور في السبيطار وهكذا. جاوني بزاف ديال الامراض منهم كان جاني واحد المرض على جد دو 2 ديال الشلل معناها تشلت ما بقيت كنمشي. موراها كان جاني واحد المرض كان سميتو ديفتيرين. ديفتيرين كانت كتجي واحد السين تاعنا وكتقتل مولاها. كانت في ديك الساعه كان تقريبا 3 و 4% اللي كيمكن لهم يعيشوا شي اخرين ما كيعيشوش. دونك الحمد لله انا الوالد كان في لوبيتال ميليتير باش داويت. الحمد لله انا الوالد كان في من لوبيتال ميليتير باش عرف شنو الدواء اللي كان كيخصو يدير ليا لما كان عندي بدايه الشلل. ويمكن نقول لكم ربما نفعوا شي حد شي نهار هو تو سامبلومون الحمام شاك جور والصابون تو سامبلومون. واحد الطبيب يهودي كان خدام في لوبيتال ميليتير فلما عرف الاطباء الاخرين حاروا فهو قال له فوالا اشهر الوصفه اللي غديروا. دونك كان كيدير الحمام والماء سخون كيدلك ليا كيدلك ليا من بعد مشات جو بافوا ماشي بحال الطب ديال اليوم تعطيك الشيء قبل ما تدخل وهذا وانت ميت وكيطلعوا فيك النفس ويسرقوك وهذا. دونك سي مالوغ بين العمرات اللي جايه عجبوني ايضا انني تحت مساكن 14 دونك تهرست من ظهرين بقيت سبع شهور وانا في الفراش. من بين الامراض اللي جاوني انني جاني عند تروب بسيشيك على لاج دو 11 12 عام. دونك هادشي بالاضافه لمرض الملحه البابارا بزاف ديال الامراض اللي كانوا غراب وكانوا كيجلسوني في السبيطار ماشي لانهم كانوا ما كيلقاوش الدواء ديالي ولكن لانهم سمو كانوا كيقراو عليا حيت سمو كانوا دوك الحالات نادره فكيقولوا الوالد خليه. وكنت في السبيطار وكنتولف مع الناس ومع المرضى. علاش ذكر فيكم هذا الشيء؟ لان البدايه ديالي والتكتير ديال الحياه ديالي هنا كيبدا في السبيطار. لما كنت كنمشي للوبيتال وكنقرا كيجيبوا لي الدروس وما كنلقى ما ندير فكنقنط كنعيش وحيد هنا من بعد. علاش بزاف كيسولوني علاش كنمشي للجمعيات الخيريه وعلاش كندير بزاف الحوايج حيت انا حاسس بمسؤول ومضحي مضروب به.
كتعرفش هي وحده، كنعرفش هي تكون بوحدك. سوفون ماشي تمشي لوحدها للسبيطار لانه محتاج الفلوس ولا محتاج لي بلو دو، بعض المرات غير ابتسامه تقول له الله يشافيك، بعض المرات انت تمشي تقول له دعي معايا حيت كي كنقول لها انا مرضى وكيشبعوا بحال مشيتو كنزوروا وكيفاش كنقول له لا انت دعي معايا، كيقول لي دعي معايا كنقول له انت دعي معايا حيت انت قريب عند الله، سيداتك راك مريض واللي مريض كيكون قريب عند الله، لذلك كنمشي نطلبوا حنا لا كان عندناش مشكل سير عند المريض وجرب شوفوا فوا تاثير وسيطا دونك بقيت كنمشي كنعيش في السبيطار، تعرفت مع الناس لي ميليتار اللي كانوا كيعاودوا لي القصص ديالهم، شي مقطع على وجهي شي مضروب في عيني، كانت ساعه بزاف ديال المشاكل كانوا مع البوليزاريو، وكانوا كنمشي لهم كيبداو يحكوا ليا. دونك وانا صغير عندي سبع سنين وكنتاثر بهاد لي زيستوار اللي كيعاودوا ليا الناس، بين لي زيستوار اللي كانوا اثروا عليا. واحد العسكري كان عاود ليا قال لي تصور انا كنت عام وانا في الصحراء، ومني جيت ما مشيتش للدار ملي جيت لقيت مراتي حامله براسوها وهو فرحان، قلت له كيفاش وانا باقا صح ليا، قال لي والو سبحان الله سولتها هذا السؤال وقالت لي واحد النهار توحشتك لبست السروال ديالي وجا الله عزيزي. تلقوا كانوا الناس على فترة قولي بس كي تقول لي في السماء بين قوسين بلوز أنا قصي كه هو كان فرحان كان سعيد مهم ظروفه من ما تروش خلاه ولكن أنا مش ويش وحلو خديت كان تحس بالمعنى قولي في النهار ما كان قد كان كتب لي زيسوار وفي اللي كان شفت أنا القوم اليوم سواء كان كتب الزجاج معروف كان كتب قصص والزجاج وكان شفت لي انا كنت مفشش لان كان عندي واحد البيت يلا حنا جوج المرضى بينما كان حدايا واحد البيت فيه 14 فراش كانوا كنجلس في الوسط ديالهم كان كنقعد ديالهم كانوا كيفرحوا هنا بدات البوادر ديالي ديال كنقول ميسي ان كان اللاوعي ديالي كنقول انا جميع ماشي نكون ناجح ولكن نفرح الناس نعطيهم شويه ديال السرور نكون محطه الانظار ديال هاد الناس دونك وليت باللاوعي ديالي يعني كنقلب شنو يمكن لي ندير باش يمكن لي دائما نتير لان لو روكار غيكون هو الاتجاه ديالي. دونك حاجه اخرى سي كو لما كنت في السبيطار قررت انا ديك الساعه اني غنقري نخدم شي مهمه اللي فيها 12 جوج 12 من 8 ل 12 جوج 6 لانه كنقول ما يمكنليش نخدم 30 عام ونخدم في بيرو مع شي وحده كتهضر المسكات وخي التريكو ونتسنى فوق شي جنيه راه الشهر بالنسبه ليا عشت ما يكفي بين اربعه الحيوط. دونك الا كنت غنختار شي حاجه في حياتي فكنت كنقول شنو اللي يمكن يختار فقررت اني نكون صحفي. كنقول الصحفي كيتجول بزاف كيجول كيعرف الناس كيعطو رساله في الحياه كيهزم مرات لاباري ديالو يمكن يمشي لفلسطين على حساب فكري يمكن يغير الواقع ديالو ويمكن يفتح بعض الاشياء يمكن تزيد المجتمع القدام. دونك بقات عندي هذه القضيه حتى دخلت للثانوي وليت الحمد لله لاباس عليا من بعد 13 عام ففريمون حياتي تنقلات وما بقاوش كيجيني الامراض بزاف ولا هادشي كيبان لينا. واحد النهار جاو عندي جوج ديال الاصدقاء ديالي هما يقولوا لي العام اللي فات دوزنا كونكور تاع دراماتيك ولكن ما نجحناش. ايوا قالوا لي هذا عام بغينا نمشيو مزيان الله يعاونكم. قالوا لي لا بغينا تمشيو معانا. علاش نمشي معاكم؟ قالوا لي تكون فات خير علينا الله يخليك يلا انت هذا ربما يجيب الله عليك ديك التيسير. فمشيت معاهم عطى الاول باش يعمر الاستماره عطى الثاني باش يعمر الاستماره هو يعطيني حتى انا قلت له لا انا جاي انا جاي معاهم ضربوا لي قالوا لي لا خذ قالوا لي نعطيك حتى واحد حشم عطى هما ياخذوا عطوني حتى انا الاستماره باش نعمرها عطوني واحد المشهد ديال باش نعرف الوقت فوقاش يوصل ملي يوصل علموني ها فين هي هي 7 دقائق دونك نتسنى حتى توصل 8 دقائق. اوكي دونك عطاني الاستماره عطاني واحد المشهد نوجدو ديال المسرحيه. انا ما عندي الا كنت شي حاجه اللي كنكره اللي ما تعرفوش واش نتوما ديك الساعه كان او تياتر سو سوار اللي كبار شويه كيعرفوا كان في التلفزه المغربيه كانت عندنا قناه واحده وحده وكانوا بعض المرات وقيلا اثنين ولا هذا كيديروا او تياتر سو سوار وكنت كنت كنكره شي حاجه سميتها تياتر كنكره. دونك تلقيت راسي خديت هذاك وعطوني نوجدو وكاتب لي خصك تختار انت واحد المشهد. مشيت للدار جلست بوحدي عجبني هذا التمرين هذا فبديت كنوجد بوحدي
خديت صافي تدربت عليه. من بعد قالوا لي خلاص خصك شي مسرحيه، مشيت لقيت البيبيوتيك ديالي ولا لقى واحد المسرحيه، واحد الكتاب ديال جون بول سارتر، وبديت كنقلب لقيت واحد الصفحه فيها ديالوج، وانا نقول هذا التياتر. خديته وحفظته ودربت عليه، جا الوقت ديال الامتحان، مشيت ندوز الامتحان. بغيت دوزت المشهد الاول، سيو دوزت المشهد الثاني، ساليتو هما يوقفوني للجنه، قال لي بلاتي بلاتي هذا المشهد اللي درتيه ديالك. قلت لهم المسرحيه، قالوا لي ديالنا. قلت لهم جون بول سارتر. قال لي جون بول سارتر ماشي وحدي في المسرحيه، هو وجودي. كيفاش؟ قلت له اه ما عرفتش بلي وجودي. قلت له اه كنعرفو وجودي، ولكن قلت علاش من بما ان الاخرى اللي عطيتوني مسرحيه، قلت علاش ما نديرهمش بجوج. فعجبتهم هاد الجرأة ديالي. ومن بعد نسيت، خرجت مشينا دازت شي 2 سمان، جا عند صحابي قالوا لي اليوم راه النتيجة. قلت لهم مزيان الله يعاونكم. قال لي سير قلب لنا نتايا. حتى انا كنت لاباس عليا ديك الساعة، عندي واحد المشكلات. فخديت المشكلات ديالي ومشيت نتصرف معهم الخميس، حطيت المشكلات باقي ليماج عندي، حطيتها مع الحيط وهي تعوج، ومشيت كنقلب. كنقوعي ما لقيتوش الاول، كنقول لها نقلب على مسليك ما لقيتوش. جيت المشكلات ديالي قلت هذا العام ما كانش الحظ. مشيت وتي كان عندكم افخيم، مشيت في وسط الطريق وانا نقول بلاتي جاب لي الله شطره شي دواي، حيت انا اصلا والله ما مشيت نشوف سميتي، وبالنسبه ليا شي حاجه لا علاقه. ورجعت حطيت المشكلات ديالي، مشيت كنقلب وانا نلقى افكتيفمون رشيد والي نجح في هذيك في هذا الموضوع. دونك كانوا اشياء في حياتي اللي كانت بهيئات، ومن بعد جات الصدفه ولا كيف ما نقولوا المكتب اللي دار انني نكون كندير المسرح. وتما ديت المسرح دخلت فريمون باش غير باش الفضول، باش نعرف كيفاش كيديروا هذا الشيء. ولكن ما دخلت لقيت الاستاذ ماشي بحال المدرسه، اسكت انت ربع يديك هدا ما تضحكش. لقيت الدراري شي جالس حدا شي بنت، شي معلقها، شي لابس كيف ما بغا، كاين اللي كان كيبغيك ديك الساعه كان كيبغيك مي. والاستاذ ما كيعيطولوش الاستاذ، كيقولوا له عباس. وكيتناقش دونك تعرفني هذه الطريقه ديال التعامل اللي مختلفه على المدرسه. فقررت انني نبدا ندير لي كور، وليت كنجتهد فيهم، وليت كندرب لدرجه وليت كنخرج غير من القرايه باش نمشي ندرب على المسرحيه، باش نمشي نوجدها. وهكذا حتى كانوا الدراري سابقيني، فوليت سابقهم في العمان الاخرى. فوالا هذه وحده من الحوايج اللي اثروا عليا. ايضا من الحوايج اللي اثروا عليا، واحد النهار الوالد ديالي كان سولني، كان ديك الساعه داز كنظن داسوكي ولا شي حد اخر كان مريض، بينه في التلفازه كيبكي وكيقول ما عنديش باش نشري الدواء، ما عندي والو، حتى واحد الموطور كان عندي هو اللي بعتو. با سا ماركي مون بير اي مي با. اي واو، وحنا وانا جالس في الدار هو غادي يخرج، خرج ورجع وانا جالس كنتفرج في التلفزيون، هو يقول لي هو يدير بحال هكذا. قلت له بايك لاباس. قال لي رشيد غنقول لك واحد الحاجه، ولكن اول واخر مره غنسولك، جاوبني اخر مره غنسولك. قلت له نعم. قال لي واش كتعرف اش كدير؟ كيفاش كندير؟ انا ما كنكنيش زعما، الحمد لله ما كنبلي لا بحشيش لا والو، ما زعما شنو اللي يمكن يقلق الوالد ديالي عليا؟ قلت له علاش شنو؟ قال لي هذا الشيء اللي انت كديرو. قلت له شنو؟ قال لي المسرح. واش كتشوف راسك بحال اللي كنت شفتها البارح؟ واش كتشوف كدير الشعكاكه ودير الكحول في عينيك وتبقى تسعى بالشعر في عمقك؟ حيت بالنسبة له كانت هذه هي ليماج ديال الطبيب الصديقي اللي ما كانوش كيبغيوه. دونك قال لي واش هذه هي ليماج اللي كتشوف انك غادي تكون؟ تيقوني جو كوا وقف الزمن بزاف وما وقفش، يمكن 2 سكوند 3 سكوند، يمكن ما فكرتش كاع. قلت له ما تخافش هبا، يا غنكون من الوالا يا ما غنكونش. عطيتو براسي التزام اللي واش نقد عليه ولا ما نقدريش، بامبورت، المهم عطيته للوالد ديالي. اش قال ديك الساعة؟ قال لي الله يعاونك. هز شكارتو، هز واحد الكفيفة كان عنده ومشى بحالو. اي سا ما ماركي هاد القضية. فوقاش كيعرف الهدف النتيجة ديالها؟ دازت أكثر من 10 سنين، واحد النهار ربحت 8000 درهم في واحد الفيلم. صراحة أحلام، 10000 درهم. مشيت طوموبيل 8000 درهم. 127. 127 وغنمشي بها لتازا بلاد الوالد، و 127 قديمة. وبديت كنسول صحابي اجي 127 وصلت؟
تزا. قالوا لي شوف لما كندوز مكناز نفاس كاينة واحد العقبة، هذيك العقبة إلا طلع الطوموبيل ديالك راه كيطلبوا لي مرسيدس ولا بي إم، إلا طلعت سبوبان زاد ديالك راك درتي بون أفير. قلت سي تخي بيان، وجدتها درت الماء درت كلشي ديت معايا الوالد، طلعنا وأنا غادي نطرح كل وأنا كنقرا اللطيف، وصلنا لهذيك العقبة نفست بقينا عرفتي ما كنحبش توصل، جيت كنشم هذاك الشيء هنا غتوقف هنا غتوقف هنا غتوقف، فعلا ما وقفتش حتى وصلنا للمطماطة، واحد البلاصة سميتها مطماطة اللي كيعرفوا، ما كتفوت هذيك العقبة كاين واحد القهاوي، قلت الله وصلت وقفت انا شان شي حاجة ولكن ما نقدرش نقول للوالد فيهم وقفوا تشربوا شي حاجة، وقفوا فعلا نزلوا الوالد والوالدة ديالي ولاو مشاو يشربوا شي حاجة، مشيت انا للطوموبيل شربت معاهم شوية المناضة ومشيت للطوموبيل نوض نتا والو كنتسنى شوية والو، قلت غندير مشيت عند الميكانيسيان قلبنا وفعلا لقينا الجوان الكلاس ديالها حقته لبابا مي بريكولاني هذاك الطبيب هذاك كانت انا الطبيب حتى هو طبيب ديال الطوموبيلات الميكانيسيان، ولما قربنا ما عرفناش الطريق، الوالد ديالي حاجه قلت لكم هذه مش قلت لكم الوالد ديالي اول مره يعرف شكون هو ولده، فوقفنا في واحد الرون بوان وكان واحد البوليسي واقف وانا نسولوه، انا منين ندوزو الطريق لما شافني وقف وعطى السلام وخلى الطريق وهز الموتور ديالو في الامن الوطني وزاد قدامنا ماشي ورينا، ولا رشيد ولي 127 غادي يبيع البوليس بحالو بحال شي ناس بوين بيزان ماشي سافير. اي مون بير من بعد قالها لي من بعد كان زونج بالنسبه له اول مره سورتو هو عسكري وكتعرف العسكر شنو كيربيو فيهم، فحس بان فيغتي اكسترا اوردينير، ومن بعد قال لي بلي هنا عرفت كولدي بلي الطريق اللي قلتي لي انا الاول انك شديت الطريق ساعه سي فغي ما كتربحش الفلوس ما كتربحش بزاف انورمون دارجون، مي انا حاسس انك مهم اختاريتي شي حاجه اللي كتبغيها. حاجه اخرى عندي الوالده، انا كنت ملي كان اشنو كنقول هادشي باسكو الوالدين الحياه، الرضا الوالدين والرضا الله والرضا النفس والرضا الناس كلهم كيجتمعوا باش كيمكن لهم يعطيوك النجاح ديالك، باسكو يكتب عليك قدام قال لك اجوردي النجاح ولا الناجح هو الانسان اللي كيجيب لي نوت بزاف ولا اللي عنده لي ديبلوم بزاف ولا اللي عنده فلوس بزاف ولا اللي عنده الشهره بزاف بامبورت شحال باقي؟ ميرسي. دونك بالنسبه لي الناجح هو اللي كيكون في توافق مع نفسه، هو اللي كيدير اهداف في الحياه ديالو وكيحاول يوصلها ماشي باش يكون لاباس عليه ولا باش يكون عنده الفلوس، لا باش يقدر يأدي شي حاجه للمجتمع ديالو. وغادي نستغل هاد جوج ديال الدقائق اللي بقات لي باش نعطي لكم واحد الحكايه اللي بالنسبه لي انا مهمه. هو كان واحد الراجل واحد الطالب خرج من واحد السوق هادشي قديم، هو غادي للغرفه ديالو وهو يلقى واحد الكلب جالس حدا الحيط، داز مشى ولقاه ما كيتحركش، زاد ما لقاه ما كيتحرك، قرب له لما قرب له كثر كيلقاه ما عندوش عينين خاويين ورجل ما عندوش، وكان سكيلات مازال حي، فقال سبحان الله هاد الكلب هنا مجالس في هاد الظل شكون اللي كيوكلو؟ شكون اللي كيشربو؟ فقال والله تا جلس انا نشوف هاد الكلب، مشى لواحد الشجره وجلس حبا بالكفليفه ديالو وجلس بقى كيتسنى، داز ساعه ساعتين ثلاثه السوايع مع العصر وجا واحد الكلب اخر صحيح وهز واحد الطرف ديال اللحم مع العظم فمو وجا تا عند هذاك الكلب لعما وحرك له راسو ولاح حداه، مشى هذاك الطريق مشى للدرس ديال العلم وكي مجلس قال له انا فرحان اليوم تعلمت شي حاجه جديده، قال له الاستاذ ديالو شنو تعلمتي؟ قال له تعلمت انه ها القصه اللي وقعت للكلب، وقال له شنو استفدتي منها؟ قال له تعلمت انه الانسان مهما يكون غادي يمكن له ربي غيجيب له ليه الله اللي يعاونو، واخا يكون ما كنشوفش غيجيب لي الله اللي يعطيني، واخا نكون زحام غيجيب الله اللي يقودني وغيعطيني من 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 باش نعيش. قال له يا سبحان الله وهذه نبغيكم ديروها. قال له علاش اختاريتي تكون انت هو الكلب العمى والعرج؟ علاش ما اختاريتيش تكون هذاك اللي بعينيه واللي كيخدم باش يوكل نفسه ويوكل الاخرين؟ وبالنسبه لي هذا هو النجاح.